السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد. من أفضل الأشياء اللي ممكن يقدمه لنا العلم والمعرفة إنها تسهل حياتنا، بشرط إن إحنا نفهم صح، نفهم طبيعة المواد اللي حوالينا وإيه خواصها اللي إحنا ممكن نستخدمها في تطبيقات مذهلة تغير مستقبلنا ومستقبل أولادنا. لما بيحصل ضيق أو انسداد في الشرايين، ربنا يعافيكم جميعا، بيتطلب الأمر في بعض الأوقات إن إحنا نركب دعامة. حد سأل نفسه الدعامة دي مصنوعة من إيه؟ لما حد بيقع وعظمه ينكسر، ربنا يعافيكم جميعا، او يحتاج ان هو يركب شرايح ومسامير، حد فكر المسامير دي بتثبت في العظم ازاي؟ لما حد يحب يعمل تقويم اسنان، بتلاقي فيه سلك كده متثبت على الاسنان، يا ترى السلك ده مصنوع من ايه؟ سمعت عن جذور الاسنان الصناعيه، يا ترى الجذور دي مصنوعه من ايه؟ لو لا قدر الله حصل حريق في مبنى، نظام الاطفاء بيشتغل عن طريق مستشعرات متصله بمصدر طاقه. المصدر الطاقة ده ممكن يكون الكهرباء، أو ممكن يكون مولد بيشتغل بوقود مثلا، أو ممكن يكون بطاريات. افرض حصل خلل في نظام الطاقة ده، كده ممكن نظام الإطفاء للحريق ما يشتغلش. طب هل في مواد ممكن تحس بالحريق وتفتح نظام الإطفاء من غير أما تحتاج طاقة؟ في مباني حديثة النوافذ بتاعتها بتفتح الصبح وتقفل بالليل، وكمان ممكن لو في شدة لإضاءة الشمس تلاقيها بتقفل الشيش وبتفتحه طبقا للإضاءة، وكمان ممكن تشغل المكيفات أو الشفاطات طبقا للحر المو. هل المباني دي بتستغل أو بتستهلك طاقة كبيرة عشان تشغل الأنظمة دي، ولا إيه اللي بيشغل المنظومة دي؟ هل ممكن في المستقبل لو عربية عملت حادثة وهيكلها تأثر، يعني الكبوت اتطبق، الهيكل بتاعها مثلا حصل له خلل معين، هل ممكن مجرد بس ما تروح تغسلها بمية سخنة كده في المغسلة ترجع تاني لطبيعتها بدون سمكرة وبدون إنها تروح مراكز للصيانة؟ في الآونة الحالية بدأت صناعة الروبوتات تنتشر وتظهر بكثافة، وبتلاقي إن هم مركزين جدا مثلا على حركة الروبوت، وإن هم بيحاكوا الطبيعة بحيث إن هو زي الإنسان العادي بالظبط، ممكن يسلم على إيدك مثلا ويضغط عليها. يا ترى إزاي أصابع يد الإنسان الآلي ممكن تمسك ايدك وتحس بيها وتبدأ تضغط على ايدك؟ كل الاسئلة دي هنجاوب عليها في الفيديو ده. انا الدكتور احمد شلبي، دكتوراه في علوم المواد المتقدمة، وان شاء الله هنجاوب على كل الاسئلة دي في الفيديو ده. خليكم معايا بعد الفاصل. في ثلاثينات القرن الماضي، مجموعة من العلماء والفيزيائيين كانوا شغالين على تصنيع بعض السبائك، لاحظوا ان في خصائص جديدة ظهرت للسبائك دي، انها ممكن ترجع لشكلها الاصلي لو اعيد تشكيلها تاني في ظروف معينة، لكن الحقيقة معرفوش يفسروا الخاصية دي ايه، وفي نفس الوقت معرفوش يعملوا يستفادوا بتطبيق من وراء الخاصية دي. عام 1959 في عالم اسمه ويليام بوهلر قدر يصنع سبيكة من النيكل والتيتانيوم. العالم ده كان شغال في مختبر عسكري، مختبر للبحرية الأمريكية خاص بصناعة الذخائر، كان عاوز يصنع سبيكة يستخدمها في أدوات تفكيك الألغام المغناطيسية، فصنع سبيكة من النيكل والتيتانيوم. والحقيقة السبيكة دي ما أدتش المطلوب منها في موضوع تفكيك الألغام المغناطيسية، لكن هو لاحظ في السبيكة دي خواص غريبة جدا، إن السبيكة دي بعد تشكيلها ممكن ترجع لشكلها الأصلي تاني في ظروف معينة. ده غير إن السبيكة دي مرنة ومقاومة جدا للتآكل تحت ضغوط عالية، وممكن تعمل في البيئة المالحة، يعني ممكن نستخدمها في أعماق المحيطات أو البحار أو في حفر الآبار مثلا. السبيكة دي أطلق عليها اسم النيتينول، يعني نيكل تيتانيوم نيفال أوردنانس لابوراتوري. والنيفال أوردنانس لابوراتوري ده المعمل العسكري أو المختبر العسكري اللي كان شغال فيه. الموضوع تطور بعد كده، وبدراسة السبائك دي وصلوا لثلاث تركيبات لسبائك قابلة للتطويع والصهر، لكن سرعان ما ترجع لشكلها الأصلي بمجرد تبريدها أو تسخينها، عشان كده أطلقوا عليها اسم معادن لها ذاكرة. أول سبيكة منهم واللي لها تطبيقات كتير هي سبيكة النيكل والتيتانيوم اللي احنا اتكلمنا عنها، واللي أطلقوا عليها اسم النيتينول. السبيكة التانية هي سبيكة من النحاس والنيكل والألمونيوم. أما السبيكة التالتة وهي مش مشهورة قوي، هي سبيكة من الزنك والنحاس والحديد
والذهب. أول تطبيق هنتكلم عليه هو تطبيق مسامير حرارية للعظام وزراعة جذور الأسنان وتقويمها. طب ليه المعادن اللي لها ذاكرة هي الأفضل في استخدامها كمسامير للعظام أما يكون في كسور في العظام وعاوزين نركب شرايح ومسامير؟ تخيل معايا أنت تيجي تثبت مسمار عادي في الحيطة، بعد فترة بتلاقي إن الحيطة المسمار بدأ يتلخلخ في الحيطة ويهتز ويقع ويسيب فراغ وراه. طيب المسامير المصنوعة من المواد اللي لها ذاكرة دي، يعني معنى كده إن المادة نفسها ممكن نخلي طرف المسمار ده مدبب، لكن هي في الأصل إن هو طرف مزدوج، يعني بيفرد، بيتم تشكيله على إنه طرف مدبب في درجة حرارة الغرفة، لكن مجرد ما يدخل ويثبت في العظام ويتعرض لدرجة حرارة الجسم اللي هي 37 درجة مئوية، بيبدأ الطرف المسمار ده يفتح اللي هو المزدوج ده يفتح ويثبت أكتر في العظام. فكل لما يجي مثلا في ضغط أو إجهاد على المنطقة اللي فيها الكسر ده هو يشد أكتر ويبدأ يثبت أكتر في العظام، يعني مش هيتلخلخ ويقع أو هيتفك أو يحصل مشكلة بعد كده في العملية دي. طبعا نفس الطريقة والآلية في جذور الأسنان، إنها بتدخل في اللثة في درجة حرارة معينة وبيكون الجذر نفسه مدبب فبيدخل في اللثة عادي خالص، بعد كده أول ما يتعرض لدرجة حرارة الجسم 37 بيبدأ الطرف المدبب ده يفتح يبقى ثلاثي يبقى ثنائي، المهم يتوغل ويبدأ يثبت نفسه كويس جدا في الفك. طب وفي تقويم الأسنان، تقويم الأسنان السلك اللي احنا بنشوف ده بيتم تشكيله الأول على شكل الأسنان اللي هي أصلا عاوزة تتقوم، بعد كده طبعا هو في الأصل هو منتظم الشكل عشان يخلي الأسنان شكلها طبيعي، فأول ما يتثبت ويتعرض برضه لدرجة حرارة الجسم اللي هو 37 فبيحاول ان هو يرجع لطبيعته تاني اللي هو الشكل او تصحيح الاسنان في الشكل الطبيعي، لكن الاسنان مع الوقت بتكبر وفي حاجة ضغط عليها انها توصل للمسار الطبيعي فبيحصل التصحيح بالطريقة دي. طبعا وفي كل جراحات العظام، يعني مثلا تقويم اعوجاج العظام عند الاطفال او التقوس او اي حاجة عاوزين نصححها او نقومها في العظام، ممكن نعمل اطار من المادة دي يركب حوالين العظام ويكون هو المفروض مظبوط او في مسار صحيح، لكن احنا بنشكله على شكل العظام في الاول، بعد كده ما يتعرض لدرجه حراره معينه درجه حراره الجسم مثلا يبدا يحاول يرجع لمساره الطبيعي، فما مع الوقت والطفل بيكبر يبدا العظم عليه ضغط معين يرجع لمساره الطبيعي تاني ويحصل التصحيح برضه. وطبعا الناس نفسها تعرف دعامه القلب او الشرايين اللي هي بتستخدم في ضيق الشرايين او انها بتعالج صمام في القلب او بتستخدم في توسيع الشرايين والاورده. معدن زي سبيكه النيتينول اللي احنا اتكلمنا عنها دي لو اتعملت في شكل شبكه صغيره جدا ممكن تدخل مع المنظار مثلا داخل الشريان اللي فيه ضيق وممكن تتثبت الشبكه دي. طبعا هي بتدخل الشبكه بتبقى منكمشه لان في درجه حراره الغرفه، وأول لما تدخل جوه وتتعرض لدرجة حرارة مثلا 37 درجة حرارة الجسم تبدأ بتوسع وبتكبر تاني بحيث إنها تبقى بنفس حجم الشريان عشان تسهل تدفق الدم داخل الشريان. طب افرض مثلا يعني مثلا في كوليسترول، في جلطات صغيرة جاية تعدي وعملت ستريس على الشبكة دي، ممكن تسدها تاني؟ لا، الحقيقة إن هي برضو نفس الحكاية، المواد دي ممكن زي ما هي بتتأثر بدرجة الحرارة وبترجع لشكلها الأصلي اللي احنا أصلا مصنعينه عشان يبقى مناسب للعملية أو للتطبيق ده، احنا برضو نفس الحكاية المواد دي بتتأثر بالضغط، يعني ممكن مواد بتتأثر بالضغط أو بمجال مغناطيسي أو بدرجة الحرارة، فهي لها خواص بتتأثر بيها وإحنا ممكن نستغل الخواص دي إن احنا نستخدمها في تطبيق مناسب. طب ليه بنستخدمها داخل الجسم مع إنه معدن؟ يعني ممكن يكون ضار نفس المعدن نفسه. لا، هو عشان فيه طبعا مادة سبيكة النيتينول دي فيها تيتانيوم وده متوافق مع الجسم، يعني في حاجة اسمها الاميون ريسبونس. الاميون ريسبونس ده هو الارتداد المناعي ضد الأجسام الغريبة جوه الجسم، فطبعا هو فيه توافق لمعدن التيتانيوم وهو متوافق مع الجسم، عشان كده ما بيحصلش أي ارتداد مناعي ضد الجسم الغريب اللي داخل. يعني المعدن ده مرن ومتوافق حيويا جوه الجسم وكمان مضاد للتآكل، يعني هو مناسب جدا للتطبيق في التطبيقات الحيوية داخل جسم الإنسان سواء في زراعة شيء أو في تقويم أو في استخدامه في عمليات أو تركيب مسامير وشرايح أو أي حاجة داخل جسم الإنسان. طيب وهما ممكن فعلا يستخدموه
في أصابع يد الإنسان الآلي روبوتات. الأصابع دي مجرد بس ما بتحس بدرجة حرارة معينة مختلفة فبيبدأ يرجع شكل المعدن ده لحالته الأصلية، فبتبدأ مثلا الأصابع تفتح، أو لو في درجة حرارة قريبة منها بتبدأ يعني تضغط عليها على الحاجة اللي تمسكها، وممكن كمان تتحكم في قوة الضغط ده. فعشان كده المعدن ده مناسب جدا لأنه بيغير من شكله وبيرجع للشكل الطبيعي بتاعه عن طريق تأثره بدرجة حرارة أو مجال مغناطيسي أو بضغط أو بخواص تانية. ممكن بدراسة الخواص دي نستخدمه كمستشعر بدون طاقة، يعني مستشعرات سينسورز بدون أما يكون مستشعر أصلا، هو بيعتمد على خواصه. وفي تطبيق جميل قوي زي الخيال العلمي بالظبط، يعني أنت مثلا لو فكرت في المركبات البرمائية، يعني عربية ماشية على البر وهتنزل مثلا بحر أو هتنزل في مكان نهر مثلا، فهتلاقي العجل بتاعها بيبدأ يتفكك تاني ويبدأ يبقى عامل زي زلاجة كده أو ينزلق على سطح الماء، وأول ما يطلع من الماء يعني درجة حرارته تختلف، أو أن أنت بتتحكم في توصيل إشارة معينة بدرجة حرارة أو بمجال مغناطيسي بيبدأ يشكل نفسه تاني زي عجلة كده ويطلع على الأرض ويجري تاني مفيش مشكلة خالص. وفي تطبيق تاني مثلا زي لو احنا صنعنا هياكل السيارات من المواد من السبائك دي، معنى كده لو واحد ماشي بسرعة وخبط والاكسدام بتاعه مثلا اتطبق أو الكبوت اتطبق أو الهيكل بتاعه اتأثر، مجرد ما يرش عليها مية سخنة بس، يعني ممكن يغسل العربية بمية سخنة بس، يبدأ المعدن يرجع لطبيعته تاني، يرجع لوضعه الطبيعي اللي هو أصلا تشكيل بتاع العربية وهي جديدة مش حصل لها حادثة ولا حاجة. وده طبعا يعني ضرب من الخيال لكن ممكن يحصل في المستقبل. طيب ايه الفكرة بقى؟ ليه السبائك دي من المعادن دي بنقول عليها انها لها ذاكرة؟ يعني ايه الفكرة العلمية في الموضوع؟ المواد بصفة عامة اما يحصل عليها تأثير حراري بيبدأ المادة، طبعا احنا درسين قبل كده ان المواد بتغير الحالة بتاعتها من الحالة الصلبة للحالة السائلة للحالة الغازية، بعد كده طبعا حالة البلازما، لكن مش مجالنا ان احنا نتكلم عن الحالات اللي بعد كده كلها، لكن خلينا في الاول خالص. يعني معنى كده لو أثرنا عليها بدرجة الحرارة، يعني معنى كده ممكن تتحول من حالة لحالة، لا هي ممكن كمان تتحول من حالة صلبة لحالة تانية صلبة. يعني ممكن مثلا يكون ترتيب الذرات بشكل معين، أول لما يتأثر بدرجة حرارة معينة يترتب الذرات تاني، ذرات المادة دي بترتيب وتشكيل جديد خالص، لكن لو رجعتها لدرجة الحرارة الأولانية هتقوم الذرات ترجع تاني ترتب نفسها وترجع للحالة الأولانية وتشكل نفسها. يعني في المعادن لها ذاكرة في الحالة اللي بيكون فيها درجة الحرارة الأعلى بنسميها الأوستينايت، حالة الأوستينايت للمادة، وما يكون درجة الحرارة الأقل بنسميها المارتينايت. يعني ترتيب ذرات مختلف عن ترتيب الذرات في الايه في درجة الحرارة المنخفضة. طيب معنى كده لو احنا عاوزين مثلا نشكل مادة معينة ونثبت الحالة دي ونثبت شكل المادة دي مثلا على شكل سوستة، فاحنا ممكن نرفع درجة حرارة السبيكة من السبائك اللي احنا اتكلمنا عليهم اللي هي معادن لها ذاكرة دي، وممكن نرفع درجة الحرارة 500 درجة مئوية مثلا ونشكلها نخليها مثلا على شكل سوستة، بعد كده درجة الحرارة هتنزل. فهي درجة الحرارة أما تيجي تنزل وتيجي مثلا أنت يحصل أي مشكلة في السوستة دي، إن مثلا مستخدمينها في أي تطبيق وبدأ يحصل تشوه للسوستة دي، فببساطة جدا لو أنت رفعت درجة الحرارة عليها ترجع لحالتها الأولية اللي هي طبعا مش هنرفع درجة الحرارة 500 ولا حاجة، مجرد بس ترفع درجة الحرارة هتبدأ ترجع لشكل السوستة تاني. طب ليه بقى ما رجعتش لشكل اللي قبل لما تشكلها سوستة؟ لأن درجة الحرارة ما ارتفعتش عن 500. يعني لو انت رفعت درجة الحرارة اكتر من 500 ممكن تكون هي فاكرة الشكل اللي قبليه، لكن انت لو فكرت شوية هتلاقي هو رفع درجة الحرارة لحد معين انت مش محتاجه في التطبيق، انت محتاج بس ان هو لو حصل تشوه معين في درجة حرارة الغرفة، لو رفعت درجة الحرارة بسيط بس لغاية 37 40 او اي درجة بس 60 درجة مئوية يبدأ حسب طبعا نسبة المكونات بتاعت السبيكة اللي احنا السبائك اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هي بتخلي المعادن لها ذاكرة، مجرد ما ترفع درجة الحرارة ترجع تاني للتشكيل اللي انت شكلته عند 500. وبرجع أكد تاني ان ده كله بيعتمد على مكونات السبيكة ونسبة كل مكون في السبيكة للمكون التاني. يعني احنا ممكن نكون مكون من المكونات دي مثلا لها خاصية من الخواص المغناطيسية مثلا، يبقى انت كده عندك إضافة لان هو بيرجع للتشكيل الأصلي ليه، كمان في خواص مغناطيسية ممكن تستخدمها عشان تأثر على السبيكة دي، وممكن كمان يكون لها خواص تانية. كل خاصية لكل مكون من مكونات السبيكة اللي هي بتصنع منها المعادن اللي هي لها ذاكرة دي
ممكن نستخدمها لإضافة للتطبيق. طبعا ده مش كل التطبيقات، انا بس حبيت اوضح لكم بعض التطبيقات من المعادن اللي لها ذاكرة، وفي تطبيقات تانية كتير، تطبيقات مدنية، تطبيقات عسكرية، تطبيقات في كل المجالات سواء كانت طبية او في مجال زي مجال الزراعة او غيره. كل المجالات دي ممكن يستخدم فيها المواد دي والافكار، بس انا بس كل الحكاية بفتح الافق للتفكير. ويا رب اكون افدتكم في الفيديو ده، ولو في اي استفسار اكتبوه في التعليقات، وان شاء الله المراجعة هتلاقوها في الوصف. وما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس، وشكرا